كرام. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعود إلا إياه، له النعمة والفضل والثناء الحسنى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا المرسلين. الحمد لله على توفيقه. أعيد وأكرر دائما أنه غالبا ما أقدم كلمة بعد انتهاء الصلاة إلا إن كانت الإمامة لي، ولكن نحن نقدم في الإمامة من هو أقرأنا لكتاب الله، ونحسب الله ونحسب أبو عبد الإله والله حسيبه أنه أقرأنا كتابا أو أقرأنا لكتاب الله عز وجل. الحاجة بيقولها أنه من كرم الله عز وجل لنا أننا أصبحنا في دائرة تأثير، ولله الحمد الكل متأثر بنا في الخارج. أيضا استمعنا إلى قصص من وائل ومحمد الذهلي وعبد المجيد الفوزان أنه حتى الأطفال تأثروا، صح محمد؟ حتى الأطفال تأثروا بما نقدم. يجب أن ينتبه الناس أننا لسنا ملائكة، وبالتالي إحنا نخطئ، وننتبه أيضا نحن أن طالما أنه دائرة التأثير والعين علينا أن لا يظهر مننا إلا كل جميل، بما أنه إحنا الآن مكان قدوات بالنسبة لمن يرانا. وأنا آمل وتأمل أنه إحنا مثلا ما يأخذ مننا كل شيء، لأنه إحنا ملائكة نخطئ ونصيب أيضا. بالتالي أنا أتمنى أمنية أنه إحنا ننتبه لكل لفظ يخرج، لكل حركة تخرج مننا، حتى إن شاء الله يتأثروا من بنا تأثر جميل. الحاجة اللي بيقولها أخيرة، ادعو الله عز وجل دائما أنه كما جعل السماء تمطر وتتهاطل بقطرات المطر، أن تتهاطل علينا الأفضال من عنده سبحانه وتعالى. أخوي راشد تفضل. صلوا على النبي. باب التذكير لي ولكم للمشاهدين، مبادرة خالد العميس الله يذكره بالخير، صيام الاثنين والخميس، الحمد لله مثل ما أنتم شايفين ما في لا تعب ولا حر ولا في أي جهد، ننام صل الفجر ونرقد، ما نقوم غير صلاة الظهر، وبرضو نأخذ قيلولة عن صلاة العصر، والعصر كله ساعة ساعتين. فأذكركم بالمبادرة، وأتمنى من اللي راح يفوز اليوم مزادك أنه يخلي بكرة فطور مجاني، والله يكتب له الأجر، أخوينا خالد عميس وأخوينا اللي راحوا. بيض الله وجهك، جزاك الله خير. بسم الله. الله يوفقكم وينفع بكم يا رب. آمين يا رب. خير. استعنا بالله. الله يرفع قدرك يا شيخ. يا شيخ ترى جابك. الله يكتب الله يكتب ويرزقكم الناس صفاتكم الله انتم الله يرزقكم. جزاك الله خير. جزاك الله خير وجزاك يا غالي. الله ينفع فيك يا رب. النوم ها كيف الامور مضبوطه؟ الله يسعدك. هذا البرنامج برعايه زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك.